الله الرحمن الرحيم. طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي، إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن الوحدة الرابعة بعنوان مصر بين حكم البطالمة والرومان، الدرس الرابع بعنوان مصر والمسيحية. قبل ما نبتدي درسنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المراجعة الجزئية. طبعا أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. يجي يقول لي استخدم الرومان اللغة نقط كلغة رسمية للبلاد. طبعا احنا عرفنا ان هنا اليونان او الرومان استخدموا عدة لغات، عندهم لغة رسمية وكاللغة داخل الجيش. طبعا اللغة الرسمية للبلاد هي كانت اللغة اليونانية. تاني حاجة نتكلم عليها ويقول لي من اشهر المنشآت الرومانية التي شيدها الرومان في مصر. من اشهر المنشآت الرومانية التي شيدها الرومان في مصر، عندنا مجموعة من الاختيارات وهي الكرنك، الاقصر، دندرة، اقواس النصر. الاجابة بتاعتي هتبقى اقواس النصر من المنشآت الرومانية. طبعا هنا يجي السؤال يقول لي ما النتائج المترتبة على معركة اكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد؟ طبعا عرفنا ان هنا معركة اكتيوم البحرية ديت هي كانت بين الامبراطور الروماني انطونيوس والملكة كليوباترا السابعة ضد القائد اوكتافيوس. طبعا هنا ايه النتائج اللي هتترتب على المعركة؟ قلنا ان هنا رقم واحد اقول له حقق اكتافيوس نصرا كبيرا على انطونيوس وكليوباترا. اثنين، قال لي انتحر انطونيوس وتبعته كليوباترا. ثلاثة، أصبحت مصر ولاية رومانية منذ عام 30 قبل الميلاد. هنبتدي أول حاجة النهاردة مع بعض وهي دخول المسيحية مصر. إمتى دخلت المسيحية مصر وعلى يد من دخلت مصر؟ وهنشوف النهاردة الأباطرة الرومان هل واجهوا الديانة المسيحية ولا وقفوا قدامها؟ أول حاجة هنتكلم عليها وهي اللي دخلت المسيحية مصر في منتصف القرن الأول الميلادي. دخلت في منتصف القرن الأول الميلادي، قال لي على يد القديس مرقس. مين القديس مرقس ده؟ أحد تلامذة السيد المسيح عليه السلام. هنا بيقول لك إن هنا أول ما بدأت تنتشر الديانة المسيحية أقبل المصريون على اعتناق الديانة المسيحية. طب ليه هنا المصريين أقبلوا واعتنقوا الديانة المسيحية؟ هنا يقول لي سؤال بما تفسر. قال لك لأن هنا وجدوا في الديانة المسيحية دي مبادئ العدل والمساواة والرحمة والزهد. اثنين، انهم وجدوا فيها خلاصا لهم من تعدد المعبودات، لاننا كان في تعدد في المعبودات ايام الرومان، تمام كده، وطبعا ما كانش عندهم ولا عدل ولا مساواه ولا رحمه. ثالث حاجه، كان لهم خلاصا من الضغوط الاقتصاديه تحت حكم الرومان، لانهم عانوا الكثير من الظلم والاستبداد في ظل الحكم الروماني. هنتكلم على الاضطهاد الديني الروماني للمسيحيين. اولا هنتكلم ونقول كان الولاء لروما والامبراطور هو الذي يعبر عن وحدة الامبراطورية. يبقى الرومان كان ولائهم في الاول والاخير للامبراطور ولدولتهم. قال لي لذلك كان الناس في كل البلاد التابعة لروما تقدم القرابين في شكل هدايا للامبراطور اعتباره الها، وذلك لارضائه واعلان طاعته. هنا بيجي لي سؤال بقى مهم جدا، يقول لي بما تفسر اسباب اضطهاد الرومان للمسيحيين؟ ليه اضطهد الرومان المسيحيين بعد كده؟ إجابة بتاعتي هتكون رقم واحد، عدم ممارسة المسيحيين شعائر الديانة الرسمية لروما. احنا زي ما اتكلمنا وقلنا ان الرومان اللي في روما او المناطق التابعة لروما والامبراطورية كانوا بيقدموا القرابين للامبراطور. دلوقتي اضطهد الرومان المسيحيين علشان المسيحيين لم يقوموا بهذه الشعائر الدينية. رقم اتنين، قال لك ان هنا عدم تقديس المسيحيين صور الاباطره. يعني هنا ان هنا الرومان بداوا يضطهدوا المسيحيين، قال لك لان المسيحيين اول ما اعتنقوا الديانه المسيحيه بداوا ما يمارسوش شعائر الديانه الرسميه لروما، ما بقوش بيقدموا القرابين للامبراطور باعتباره عدم تقديس المسيحيين صور الاباطره. يبقى السؤال لو جالي هنا في الامتحان بما تفسر اسباب اضطهاد الرومان للمسيحيين، رقم واحد عدم ممارسة المسيحيين شعائر الديانة الرسمية لروما، ادي واحد. اثنين، عدم تقديم المسيحيين القرابين للامبراطور باعتباره الها. ثلاثة، عدم تقديس المسيحيين لصور الاباطرة الرومان. ولذلك تعرض السيد المسيح واتباعه للاضطهاد من الرومان وهو ينشر تعاليمه ومبادئه السامحة. أشهر الأباطرة الرومان الذين قاموا باضطهاد المسيحيين، أشهر الأباطرة الرومان ده اللي هنتكلم عليه، وإزاي هنشوف الأباطرة الرومان قاموا باضطهاد المسيحيين والديانة المسيحية التي نشأت في هذا الوقت. طبعا كان أولهم الإمبراطور نيرون، وهو كان من عام 54 لعام 68 ميلادي.
طبعا زي ما احنا شايفينه في الصوره كده، دي صوره للامبراطور الروماني نيرون، هو اول الاباطره الرومان الذين اضطهدوا المسيحيين منذ اعلان الديانه المسيحيه. تاني واحد او تاني امبراطور روماني هو الامبراطور دقلديانوس، وهو كان من عام 284 الى عام 305 ميلاديا، والذي هيطلق على عصر الشهداء او عصر الاضطهاد الاكبر زي ما احنا شايفينه في الصوره هنا، هي صوره الامبراطور دقلديانوس. هنتكلم على يعني ايه عصر الشهداء او ما المقصود بعصر الشهداء، يجي لي في الامتحان يقول لي اكتب ما المقصود بعصر الشهداء. اسم يطلق على عهد الامبراطور دقلديانوس، اسم يطلق على عهد الامبراطور دقلديانوس لكثرة الشهداء المسيحيين الذين قتلوا في عهده، لكثرة الشهداء المسيحيين الذين قتلوا في عهده. طب تعال نشوف ليه تعرض المسيحيين في عهد دقلديانوس لأعنف اضطهاد، علشان كده أطلق عليه عصر الشهداء. وانا يقول لي بما تفسر أطلق على عصر دقلديانوس عصر الشهداء. طبعا قال لك لأن هنا بدأ يدمر الكنائس، بدأ يحرق كل الكتب السماوية وكل الكتب الدينية، بدأ يكسر عدد الشهداء في عصره حيث بلغ عددهم أكثر من 1,000,000 شهيد. يبقى هنا أطلق على عصر دقلديانوس عصر الشهداء أو عصر الاضطهاد الأكبر، طبعا لأنه بدأ يدمر الكنائس، أحرق كل الكتب السماوية والدينية، كسر عدد الشهداء في عصره. طب هل كل الأباطرة واجهوا الديانة المسيحية وقاموا باضطهاد المسيحيين؟ قال لي لا، دخلنا في عصر جديد للمسيحية في عهد الإمبراطور قسطنطين الأول من سنة 311 حتى عام 337 ميلادية. قال لي انتهى الاضطهاد بعد تولي الإمبراطور قسطنطين الحكم عام 311. طب ليه انتهى الاضطهاد؟ ايه اللي حصل؟ والسؤال هيجيلي بما تفسر انتهاء الاضطهاد الديني بعد توليه الامبراطور قسطنطين الاول، وزي ما احنا شايفين قدامنا صوره للامبراطور قسطنطين الاول. طبعا هنا هيبدا ينتهي الاضطهاد المسيحي بعد ان يتولى الامبراطور قسطنطين الحكم. طبعا قال لك لان هنا الامبراطور قسطنطين الاول دوت اول ما هيجي هيصدر عده مراسيم، وهو اشهرها مرسوم ميلان. طبعا قال لك ان هنا المرسوم ده هيبدا يعترف فيه بان هنا الديانه المسيحيه دي ديانة رسمية إلى جانب الوثنية. قال لك هينهي عصر الاضطهاد المسيحي. فهنا يجي يقول لي بما تفسر انتهى الاضطهاد بعد تولي الإمبراطور قسطنطين الأول الحكم، هنقول له لأنه اعترف بالمسيحية وأقر بمبادئها الأساسية إلى جانب العبادة الوثنية. تاني حاجة هنتكلم عليها في الإجابة بتاعتنا إنه أعلن سياسة التسامح مع المسيحيين، ويعتبر أول إمبراطور أعلن سياسة التسامح مع المسيحيين غير الامبراطور نيرون والامبراطور دقلديانوس الذي كان عهدهم عصر اضطهاد للمسيحية. رقم 3 اللي نقل عاصمة الدولة من مدينة روما إلى مدينة بيزنطة. طب أنا بقولت كده ليه؟ عشان بيجي لي سؤال ويقول لي من هو قام بنقل عاصمة الدولة من روما إلى بيزنطة؟ هقول له الامبراطور قسطنطين الأول، وهي التي أنشأها على بحر مرمرة وسميت بعد ذلك باسم القسطنطينية. طب مستر هي إيه القسطنطينية دلوقتي؟ قال لي القسطنطينية دلوقتي هي مدينة اسطنبول في تركيا، ودي تاني أكبر مدينة بعد أنقرة حاليا. قال لك إن هنا بقى هتبدأ تصبح المسيحية خلاص ديانة رسمية للدولة البيزنطية في عام 380 ميلادي. قال لك لهنا هيبدأ بقى عصر جديد للمسيحية، وهو عصر الإمبراطورية البيزنطية بعد تولي الإمبراطور قسطنطين الأول. نتكلم على دور مدينة الأسكندرية في نشر المسيحية، دور مدينة الأسكندرية في نشر المسيحية، وإحنا قلنا إن دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس، هو أحد تلاميذ السيد المسيح. قال لي أدى الانتشار السريع للمسيحية وازدياد أعداد المنضمين إليها إلى التفكير في تأسيس مدرسة لتعليم الدين المسيحي. يبقى انتشرت المسيحية بسرعة كبيرة جدا في مصر وخاصة في الأسكندرية، لذلك قام المسيحيين بإنشاء مدرسة لتعليم الديانة المسيحية ومبادئ المسيحية في مصر. زي ما احنا شايفينها في الصورة كده، هي كانت المدرسة المسيحية بالأسكندرية. ايه هي بقى المدرسة المسيحية بالأسكندرية؟ قال لك ايه هي اهم العلوم التي كان بيتم تعليمها بداخلها؟ قال لك ان هي اول حاجة طبعا هتهتم بتعليم الدين المسيحي. يبقى اول حاجة كانت بتهتم بتعليم علوم الدين المسيحي. قال لك هل كانت بتعلم الدين المسيحي بس؟ قال لك لا،
كان في علوم اخرى وهي الطب، الجراحة، الكيمياء، الصيدلة، والهندسة، والفلك، والتاريخ، والفلسفة، وغيرها من العلوم الاخرى. طبعا لكل مدرسة ليها الاساتذة بتوعها والطلاب بتوعها. طب احنا عايزين نعرف الاساتذة والطلاب بتوع مدرسة الاسكندرية اللي كان اساتذتها يلقون دروسهم في منازلهم او في قاعات يستأجرونها، يعني اما في المنازل يا اما يستأجر قاعة ويلقي فيها الدروس على التلاميذ اللي بيدرسوا. طب كان الطلاب والاساتذه يذهبون الى مكتبه الاسكندريه للقراءه والاطلاع. يبقى انا دلوقتي عايز معلومات، هجيبها منين؟ قال لي هجيبها من مكتبه الاسكندريه. طب بتعلم فين؟ قال لي بتعلم في مدرسه الاسكندريه. قال لك وبذلك اصبحت مدرسه الاسكندريه ومناره للعلم والعلماء. يبقى هنا اصبحت مدينه الاسكندريه ومدرستها مناره للعلم والعلماء. مدرسة الإسكندرية كان لها أدوار، وهي تخريج فيها أو تخرج منها العديد من رجال الدين المسيحي مثل الأساقفة والبطارقة، ودول طبعا ألقاب وأسماء عند أصحاب الدين المسيحي. وأعطت هذه المدرسة لبطارقة الإسكندرية مركزا للزعامة الدينية والعلمية في العالم المسيحي. يعني مدرسة الإسكندرية ومدينة الإسكندرية والكنائس الموجودة في الإسكندرية لها مكانة علمية وعالمية عند المسيحيين. طيب تاني حاجة هنتكلم عليها بقى في درسنا النهاردة سنة أولى، وهي الرهبانية. الرهبانية، طيب ايه بقى المقصود بالرهبانية؟ قالك هي الرهبانة هي عبارة عن اعتزال الحياة والبعد عن متاعها والعيش في الصحراء. يعني انت بتعتزل كل الحياة بكل ملذاتها ومتاعها وتبدأ وتذهب الى العيش في الصحراء بعيدا عن الناس تماما. طبعا كل ده للعبادة والتأمل في خلق الله، يعني بتبدأ تعيش منفردا في مكان بعيد خالص، حياة بسيطة جدا بعيدا عن أي متاع وملذات الحياة. نشأت الرهبانية في مصر ثم انتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم المسيحي. عشان لما يجي يقول لي سؤال ضع علامة صح أو غلط، نشأت الرهبانية في فلسطين ثم انتشرت في أنحاء العالم المسيحي. طبعا الإجابة بتاعتها تبقى إجابة خاطئة لأنها في بداية نشأتها كانت في مصر. قال لك طب ايه بقى خصائص الرهبانية؟ قال لك ان هنا الرهبانة بتتصف بعدة خصائص. اولا الزهد اللي انت بتزهد في الدنيا، قلنا زي ما انت بتبتعد عن كل المتاع والملذات اللي موجودة في الدنيا. التقشف اللي انت بتعيش حياة بسيطة جدا، بتستخدم ادوات بسيطة جدا، الى جانب الصلاة والتأمل في خلق الله. يبقى هنا خصائص الرهبانة الزهد، التقشف، الصلاة، التأمل في خلق الله. لو اتكلمنا عن الرهبانية يبقى هنتكلم على انواعها، وهي ليها نوعين، يا اما رهبانة فردية أو رهبنة جماعية. طب نتكلم واحدة واحدة كده عن الرهبنة الفردية. قال الرهبنة الفردية اللي كان الراهب اللي هو الشخص المسيحي يخرج إلى الصحراء منفردا ليعيش في عزلة تامة ويقوم فيها بتدبير شؤونه، يعني يعمل كل حاجة لوحده من مأكل ومشرب وملبس. من أوائل الذين مارسوا الرهبنة الفردية الأنبا أنطونيوس، ودي صورة قدامنا للأنبا أنطونيوس اللي هو أنشأ الأنبا أنطونيوس أول دير في مصر والعالم. وهنا يجي يقول لي من يكون أو من هو أنشأ أول دير في مصر والعالم؟ هو الأنبا أنطونيوس، وهو صاحب الرهبنة الفردية. طيب تاني حاجة عندنا هي الرهبنة الجماعية. قال لك الرهبنة الجماعية هي بقى مجموعة من الرهبان أو مجموعة من المسيحيين بيعيشوا في مكان واحد. قال لك المكان ده بيحاط بسور، قال لك كل منهم داخل صومعته، يعني المكان المخصص به او المكان الذي يتعبد فيه، يعني هم مجموعه مع بعض في مكان واحد. قال لك محاطين بسور، بس كل واحد جوه السور ده داخل الصومعه بتاعته او داخل مكان بيتعبد فيه. قال لك مين بقى اللي اسس الرهبنه الجماعيه دي؟ قال لك هو راهب اسمه الراهب باخوم، زي ما احنا شايفينه في الصوره كده. قال لك هو اول من اسس الرهبنه الجماعي. اتكلمنا عن الرهبنة الفردية واتكلمنا عن الرهبنة الجماعية واتكلمنا عن الأديرة، وقلنا أول دير أنشأه الأنبا أنطونيوس في العالم وفي مصر. طب الدير أو الأديرة اللي موجودة دي، أدت الأديرة دورا هاما في حركة الثقافة؟ يعني الأديرة دي كان لها أدوار؟ قال لي دي كان لها دور مهم جدا في حركة الثقافة في العالم المسيحي، وكانت مركزا للعلوم والمعرفة. طب ازدهر في الأديرة دي ايه؟ ايه اللي كان موجود في الأديرة؟ اللي ازدهرت بها حركة الترجمة والتأليف وتفسير الكتاب المقدس، اللي وكان لها دورا دينيا. يبقى أول حاجة أو أول دور ليها كان دور للعلم والمعرفة. الدور الثاني اللي كان دورا دينيا تمثل في تعليم الناس الزهد والتقشف والبعد عن متاع الدنيا.
قال لك ان هنا هتنتشر بقى الاديه وهيقبل المسيحيون عليها. قال لك يعني هنا الاديه خلاص انتشرت وهنا المسيحيون هيبدا يقبلوا عليها. قال لك ليه؟ هنا سؤال يقول لي بما تفسر؟ هنا طبعا بسبب بطش او ظلم الدوله البيزنطيه بهم مره اخرى، بمعنى ان هنا هيعود اضطهاد الرومان مره اخرى للمسيحيه، فطبعا هنا هيلجا المسيحيين الى الاديه ليحتموا به. على مدار دراستنا ما بين المسيحية في مصر وبطش الرومان في عصر الإمبراطور نيرون، وجينا عصر دقلديانوس، وبعد كده جالي عصر الإمبراطور قسطنطين الأول اللي كان فيه اعتراف بالمسيحية، وعاد مرة أخرى الأباطرة الرومان في بطش المسيحيين حتى جاء الفتح العربي الإسلامي لمصر. اللي جاء الفتح العربي الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص عام 641 ميلادية. وهل رحب المسيحيين بالفتح العربي الإسلامي ولا وقف المسيحيين أمام هذا الفتح؟ طبعا هنا هيرحب المصريين بالفتح الإسلامي. طب تعالى نعرف بقى الأسباب اللي هيخلي المصريين ان هم يرحبوا بالفتح الإسلامي. طبعا أول حاجة لأنهم هيجدوا فيه خلاصا من الاضطهاد البيزنطي أو اضطهاد الرومان لهم. تاني حاجة طبعا ان هنا الفتح الإسلامي ده هيدي المصريين الامن والامان على انفسهم واموالهم وكنائسهم اللي هم ما كانوش لاقينه في عهد الرومان الذي كانوا يقومون بهدم كنائسهم وحرق كتبهم المقدسه ويقوموا بتعذيبهم. ثلاثه، قال لك ان هنا الاسلام لم يكره احدا منهم في الدخول، ان انا قائد عمرو بن العاص ما اجبرش حد ان هو يدخل في الاسلام بل ترك لهم حريه العباده، كل اللي عايز يدخل في الاسلام يدخل واللي عايز يفضل على ديانته يفضل. فطبعا هنا وجدوا في الدين في الدين الاسلامي او في الفتح الاسلامي ما لم يجدوه في العهد الروماني او العهد البيزنطي. يبقى هنا الاسباب اللي خلت ان هنا المصريين يرحبوا بالفتح الاسلامي، اولا ان هم وجدوا فيه التخلص من الاضطهاد البيزنطي، اثنين اعطى الفتح الاسلامي للمصريين امن والامان على انفسهم واموالهم وكنائسهم، ثلاثة لم يكره أحدا منهم على الدخول في الإسلام بل ترك لهم حرية العقيدة وأمنهم على كنائسهم وأموالهم. ومن ثم بدأ المصريين عصرا جديدا تحت الحكم الإسلامي. بل أول كان المصريين تحت الحكم الروماني، دخل الإسلام مصر ودخل عمرو بن العاص مصر سنة 641، فبدأ المصريين في عصر جديد تحت الحكم الإسلامي الذي اتسم بالعدل والمساواة والتسامح الديني واحترام الأديان. لم يكره عمرو بن العاص على دخول أحد في الإسلام، وعاش المصريين مسلمين ومسيحيين على أرض واحدة يسود بينهم الحب والود. طبعاً آخر حاجة معانا هي سؤال المتفوقين، يجي يقول لي ماذا يحدث إذا لم يعترف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية ديناً رسمياً للدولة؟ سؤال تاني، ماذا يحدث إذا لو يعترف الإمبراطور القسطنطين بالمسيحية ديناً رسمياً للدولة؟ هننتظر إجابتكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.